السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. بيضة ملكة النحل، هل البيضة هي البيضة أم تختلف من حيث اختلاف مكوناتها؟ فبيضة الذكور مثلا، وبيضة الملكات، وبيضة الشغالات، نحن عندما نشاهد لا نجد اختلاف. فهل نسأل وندقق ونبحث حول هذا الموضوع بشموليته، هل البيضة تختلف عن الأخرى؟ فملكة النحل تضع عدة بيوض مختلفة، منها ما يأتينا كملكات، ومنها من يأتينا كذكور، ومنها من يأتينا كشغالات وعاملات. فلماذا تختلف هذه البيض؟ وكيف تختلف؟ وما أثر اختلافها على النحل؟ الموضوع بتفاصيله يتطرق إليه الأستاذ الفاضل الأستاذ أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. السلام عليكم فؤاد، هذا سؤال متشعب. هل أستطيع أن أستنتج أن أفضل ملكات اليمن لها رصيد وراثي تؤخذ ويتم اختيارها من عمر يرقي صغير، من عمر ساعات ربما دقائق، وهل تكون هذه قاعدة عامة الملكات سواء كانت إحلال أو طهر أو رطوبة أو تطريد؟ لا، أنت خبصت. لا يتم تربية الملكات من يرقات إلا في حالة الطوارئ، أما في حالة الإحلال والتطريد يتم تربية الملكات من بيضة، من بيضة خاصة تكون الملكة وضعتها من أجل أن تكون بيضة، يعني في الكؤوس الملكية. التطريد والإحلال عندما يعمل النحل كؤوس ملكية أنها الملكة تبيض فيها بيضة، وقد ثبت في بحوث محكمة حديثة في 2019 تقريبا و2020، ونشرت هذه البحوث في أعلى وأفضل المجلات العلمية العالمية، ونشرنا جزء من هذه البحوث دحتين أو ثلاثة في نشرت أنا في بعض المجموعات العربية قبل تقريبا سنة أو سنة وقليل في مجموعات عربية وفي مجموعات يمنية، في مجموعتنا اليمنية. والنعم البيضة تختلف من حيث الحجم والسماكة وحتى من حيث المحتوى، محتوى المح الداخلي في البيضة، يعني الصفار طبعا أي بيضة بتكون من مح وزلال. المح وجدوا أنه يختلف عن مح بيضة الشغالات لأن فيها الحمض النووي، الحمض النووي الريبي في البيضة بيكون خاص وعالي. طبعا الفرق، كثير من الناس بيسألوا عن الفرق، سأوضح الفرق، لكن أريد أن أبين لك في البداية أن البيضة أن الأفضل الملكات هي الملكات فعلا التي أخذت من ملكات منتخبة. إذن لكي نعمل قاعدة عامة نقول أفضل الملكات سواء كانت تطريد أو إحلال أو طوارئ، لكن مش طوارئ طبيعي عشوائي، لا، الطوارئ بشكل صناعي تحت تحكم الإنسان، ولكنه مستند على أمر طبيعي. الطوارئ هو أمر طبيعي، كما أن التطريد أمر طبيعي جبل الله عليها النحلة، فكذلك الطوارئ أمر طبيعي جبل الله عليها النحلة. الطوارئ مخرج جعله الله للنحلة في حالة فقدان الملكة، فإذا التطريد طبيعي
كطريقة للنحل من أجل التكاثر وبقاء النوع. الإحلال أمر طبيعي خلقه الله في جينات النحلة لتتصرف في وقت عندما ترى عيب في الملكة وتحتاج أن تكون عندها ملكة أقوى من هذه الملكة فتتصرف بعملية الإحلال. أيضا الطوارئ أمر طبيعي خلق الله في النحلة في الشريط الوراثي بالنسبة لها في برمجة في برمجتها الوراثية أنها إذا فقدت الملكة في لأمر ما تتجه نحو يعني نحو بعض اليرقات لتحولها إلى ملكات بواسطة الغذاء بواسطة الغذاء الملكي. تعمل خلطة دقيقة جدا من أجل تتحول هذه اليرقة من يرقة شغالة إلى يرقة ملكة تصبح ملكة. وحتى أن حمضها النووي يتغير بفعل الغذاء التي أخذته لأن الغذاء أيضا حتى في الإنسان بعض الأغذية تؤثر في الحمض النووي البشري. كذلك أيضا في هذه في مسألة الطوارئ فتكون الملكة قد اليرقة قد أخذت غذاء ملكي بخلطة معينة كل يوم بميزان لمدة 5 أيام. وهذا الكلام فيه طويل ما نشيش ندخل علشان ما نتشعبش، ولكن هذه الملكة هذه كل أمر طبيعي. لكن الإنسان استطاع أن يسير أمر الطوارئ بشكل يستفيد منه اقتصاديا وعمليا بحيث يحصل على ملكات بعد دراسة مسألة الطوارئ بشكل دقيق جدا. وجد أن الطوارئ يعتمد على عمر الملكة، كل ما كان عمر اليرقة كل ما كان عمر اليرقة أصغر كل ما كانت هذه الملكة قد أخذت غذاء ملكيا ممتازا وستتحول إلى ملكة جيدة. وكلما تغذت بشكل جيد وأخذت رعاية جيدة كلما زادت فروع مبايضها وبالتالي أصبحت ملكة ذات جودة وعمر عملي. عمر عملي، هناك عمر زمني وهناك عمر عملي. الفرق بين الملكات التي أخذت من بيضة مخصصة للملكات وبين الملكات التي أخذت من يرقات صغيرة في السن هو الفرق هو في العمر. قد تعيش هذه لها وقت عملي، يعني عمر عملي ممكن تشتغل في الخلية 2 سنين بوتيرة واحدة وبقوة واحدة، وممكن تشتغل 3 سنوات أو 4 سنوات. مثلا ملكة التطريد الذي جيدة وأخذت عناية كاملة ممكن تعيش 5 7 سنوات زمنيا، لكن كم عمرها العملي؟ قد يكون 5 سنوات، قد يكون 6 سنوات، قد يكون 4 سنوات. بينما ملكات التطريد المتحكم فيها صناعيا من قبل الإنسان سواء بالتطعيم أو بالأجهزة أجهزة إنتاج الملكات، هذه لها عمر عملي قد يكون متوافق جدا مع العمر العملي لملكات التطريد وملكات الإحلال، لكنه أقل زمنيا. يعني قد ما تعيش ممكن تشتغل بكل كفاءة لمدة 4 سنوات، بعد ال4 سنوات تجد أنها انتهى عمرها، يا أما تموت يا أما يقوم بإحلالها النحل. هذا هو الفرق. بتستدرجون لأمور ما كان المفروض أن توهكم فيها، لأن هذا أمور دقيقة وتحتاج إلى المبتدأ يتبلبل ما عادش داري ماذا يستوعب وماذا يقال.